ثلاثة، اثنان، واحد، ابتدأ الوقت. في شوية خوف وتوتر. أنا لست خايفة نهائياً. لماذا يا جوال لست خايفة نهائياً؟ ليش أنا مخائفة؟ لن أسمح لهذا الخوف أن يسيطر علي. عزنا، اكتبي. أكتب أنا بكرة القصص أتذكر الأشياء. أما الآن في هذه اللحظة هناك كثير من الأشياء تراكموا في عقلي. اخترت أنها تكون مسرحية بدال كتاب عشان أتميز عن باقي الأبطال. الشخصية اللي بتكلم عنها ما أعرف اسمها، فريد ولا فرد، ما أعرف شلون ينطقونها. جوانا، ما بيخرب عليك، بس لحظة أعطيني معلومة عن توفيق الحكيم. ما أعرف. أنا تو مزلت محتارة بين شخصيتين. باقي من الوقت 9 دقائق. ما انتبهتش على الوقت أساساً. بضلني رايح جاي بس لأن المعلومة ترسخ في ذهني. بشرى أبي أدرب، أبي ما في وقت. انتهى الوقت. لو سمحتوا بدي أطلب منكم توضعوا أقلامكم على الطاولات.